مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله اليكم الاحوال الجويه المتوقعه خلال ايام هذا الاسبوع باذن الله نتوقع ان في بدايه هذا الاسبوع ان تبدا درجات الحراره بالارتفاع التدريجي تستمر في الارتفاع حتى يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء والاربعاء تكون الاجواء حاره نسبيا لكن ان شاء الله اعتبارا من يوم الخميس والجمعه تبدا درجات الحراره بالانخفاض التدريجي. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع سي اف اي. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز. 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مرة اخرى، نستعرض سويا احوال الاحوال الجوية المتوقعة خلال ايام هذا الاسبوع، نبدأ بيوم الاحد، يوم الاحد ارتفاع على درجات الحرارة، بداية للارتفاع التدريجي، اجواء لطيفة بالنهار، تميل قليلا إلى البرودة ليلا، لكن بتكون في بداية الليل لطيفة، لكن بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تميل قليلا إلى البرودة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الوسطى 17 المرتفعات الوسطى 26 16 المرتفعات الجنوبية 23 إلى 16 الأغوار والبحر الميت 35 إلى 24 درجة مئوية وأيضا في خليج العقبة 34 إلى 24 البادية الجنوبية الشرقية 29 إلى 17 والبادية الشرقية 30 إلى 18 درجة مئوية يوم الاثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها بحيث تصبح الأجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل طبعا تظهر بعض السحب العالية بتكون درجة درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل والعظمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية 33 الصغرى 21 المرتفعات الوسطى 29 20 المرتفعات الجنوبية 26 19 الأغوار والبحر الميت 38 إلى 26 أجواء حارة نسبيا في النهار معتدلة ليلا وكذلك خليج العقبة حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 37 27 والبادية الجنوبية الشرقية 30 19 والبادية الشرقية 31 إلى 19 درجة مئوية، يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء ما بين دافئة إلى حارة نسبياً، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 37 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 32 24، المرتفعات الجنوبية 29 إلى 7 إلى 22، والأغوار والبحر الميت ما بين 39 الى 40 العظمى والصغرى بحدود 27 درجه مئويه اجواء حاره نسبيا الى حاره وخليج العقبه اجواء حاره 40 الى 28 الباديه الجنوبيه الشرقيه 34 الى 22 والباديه الشرقيه 34 الى 22 درجه مئويه يوم الأربعاء تستمر الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 35 وصورة 18 المرتفعات الوسطى 31 16 المرتفعات الجنوبية 28 14 الأغوار والبحر الميت 40 إلى 25 أجواء حارة وكذلك العقبة أجواء حارة 40 إلى 24 البادية الجنوبية الشرقية 33-19 والبادية الشرقية 37 إلى 21 درجة مئوية. يوم الخميس إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، تصبح تعود إلى حول معدلاتها تقريباً في مثل هذا الوقت من السنة، أجواء أو أقل حتى بقليل، أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة نهاراً، ربيعية لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. وتظهر بعض السحوب المنخفضة المرتفعات الشمالية العظمى المتوقعة 27 والصوره 15 المرتفعات الوسطى 23 13 والمرتفعات الجنوبية 21 إلى 11 والأغوار والبحر الميت 35 إلى 22 حارة نسبيا أثناء النهار لكنها لطيفة بالليل وكذلك العقبة حارة نسبيا نهارا لطيفة ليلا 35 إلى 21 البادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 14 والبادية الشرقية 35 إلى 17 درجة مئوية الجمعة توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها لكن الأجواء تبقى لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرود ليلا المرتفعات الشمالية 26 إلى 16 المرتفعات الوسطى 22 إلى 12 والمرتفعات الجنوبيه 19 الى 10 والاغوار والبحر الميت وكذلك العقبه الاجواء معتدله نهارا لطيفه ليلا العظمى بحدود 32 و31 والصغرى بحدود 21 درجه مئويه سواء في الاغوار وكذلك في العقبه الباديه الجنوبيه الشرقيه 27 13 والباديه الشرقيه 32 إلى 16 درجة مئوية، مشاهدينا شكراً للمتابعة، نترككم في رعاية الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع سي اف اي. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز. سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري